بص بقى، حصل اعلان ما فهمناش القصه دي. الاعلان قال لك حجز وحدات لمحدود الدخل ومنخفض الدخل وما الى ذلك. بعد شويه بدا اجهزه الدوله ترصد ان الاعلان ده فيه من الزيف، مش كله، مش اغلبه، ده كله. فاحنا عاوزين نفهم هو ايه القصه، ودي حاجة مهمة جدا، وإزاي تم اكتشاف الإعلان، وإزاي أنا كمواطن عاوز أروح أتوجه لحجز وحدة إسكان اجتماعي أبقى عارف إن أنا ماشي في الطريق الصح، محدش بيضحك عليا ولا يشتغلني. فإحنا معانا على التليفون الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق أو لصندوق الإسكان الاجتماعي. أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. حتى الإسكان الاجتماعي بقى بيعملوا له إعلانات مضروبة. هنعمل ايه؟ ما هو الترافيك هم عايزين ايه؟ طبعا الناس عايزه بقى صفحات ويجي لها عليها ترافيك، وتبص يعني يدخل لهم ناس ويعني يعملوا بلبله طبعا كالعاده. حاجه وحشه خالص. ايه اللي حصل يعني؟ رصدتوا الموضوع ده ازاي يا فندم؟ هو طبعا احنا اي حاجه بتخص الاسكان الاجتماعي احنا دايما يعني عندنا فرق رصد ومتابعه، في اي حاجه بتنشر تخص الاسكان الاجتماعي طبعا إن لازم نرد عليها أو نشوف إذا كانت شكاوي، إذا كانت حاجات فيها مزيفة بقى زي كده لازم نفهم الناس. يعني لقينا الموضوع منتشر بقى له أكثر من حوالي أسبوع، فطبعاً ارتقينا إن إحنا لا لازم نطلع التكذيب ونفهم بقى الناس إنه لا مفيش حالياً حاجة يعني معروضة، ولو فيها هتبقى بعد كده بتعرض على موقع الصندوق والإعلانات العادية المعتادة يعني، وهيبقى في بيان صحفي وهنطلع في وسائل الإعلام زي العادة في كل الإعلانات. حلو جدا. احنا هنحتاج، معلش يعني خليكي معايا واستحمليني، هنحتاج قدر الامكان ان احنا نعيد للناس تاني يا ساده يا كرام، الاسكان الاجتماعي علشان تحجز فيه خطواته 1 2 3 4. بنعمل ايه يا استاذ؟ تمام. احنا لما بيبقى فيه وحدات هنطرحها للجمهور بن بن بنعمل بيان صحفي وبنعمل اعلان في جريده من الجرائد القوميه الواسعه في الانتشار. حلو. وبعدين بنتيح الكراسات في مكاتب البريد. جميل. ما لما عنديش. بنعمل البيان الصحفي ده حضرتك هتلاقي البيان ده بتوزعه الوزاره على جميع وسائل الاعلام، وحضرتك اول واحد هتبقى عارف، وبنطلع بنعمل مداخلات في كل البرامج نشرح الخطوات والمقدم والتسليم والشروط والاماكن وكل هذه التفاصيل. جميل جدا. يبقى لما بيبقى فيه وحدات اسكان اجتماعي متوفره احنا بنعمل مؤتمر صحفي، بيجي بيان بيتوزع على الجرايد وعلى كل القنوات التلفزيونيه الموجوده في البلاد، وانه بعد كده الكراسات بتبقى موجوده في تاريخ محدد جوه مكاتب البريد، المواطن يروح يسحب الكراسه. بالظبط كده، مفيش بقى حكايه تسريب واصل الكراسات واحنا جبناها من الكنترول والحاجات دي، مفيش الكلام ده خالص يعني. جو افلام الثمانينات ده مش موجود. بالظبط يعني. متعبين قوي العيال دي بصراحه. معلش الحمد لله، هي فرصه زي ما حضرتك قلت ان احنا يعني نعيد على الناس الشروط. احنا يعني يمكن من اسبوعين ثلاثه راجعنا حدود الدخل اللي هنتعامل عليها، ورفعنا سقف الاسكان الاجتماعي المحدود الدخل ل 8000 جنيه للاسره و 6000 جنيه للاعزب، فاي اعلان جديد هينزل لمحدود الدخل ده هيكون السقف بتاعه باذن الله. بالنسبة لمتوسطي الدخل احنا برضو رفعنا السقف ل 18000 و 14000. قريبا ان شاء الله هيكون في اعلان، مش في المدن خالص اللي نزلت في البيانات المزيفة دي، في مدن اخرى، وهتكون وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وبرضو هتبقى بالتمويل العقاري كما هي عادتنا. الحمد لله احنا يعني النهاردة يمكن قربنا على 50 مليار تمويل عقاري، ده يعني بالنسبة لي حدث سعيد يعني. الله اكبر، او حاجات تفرح. بالمناسبة الحلوة دي يعني مفيش حاجة كده قريبة؟ مش هتديني تفاصيل، انا عارف لانه التفاصيل هتيجي بالشكل الرسمي اللي احنا لسه قايلينه، فتقولي يا يوسف انا لسه قايله لك الرسمي هيتعمل ازاي، اقول لك صح صح بالظبط. لا ان شاء الله في حاجه قريبه وهتكون فيها حاجات جاهزه للتسليم الفوري، وحاجات هتبقى تسليم بعد مده زمنيه من 12 ل 18 شهر، لسه يعني بنبحث كده الامثل يعني كشروط. ده اجتماعي برضه بالتمويل العقاري. بالظبط، هيبقى اجتماعي قريب كده يعني على إن شاء الله. على نوفمبر مثلا؟ لا قبل كده ان أكتوبر. شاء الله، بس هي أيوة مش في المدن خالص اللي طرحت في البيان المزيف، يعني عندنا حاجات في الصعيد وعندنا حاجات في وجه بحري، يعني يمكن اللي في محيط القاهره الكبرى تبقى حاجه او حاجتين يعني. يا ميسر الاحوال، انا عايز اشكرك على وقتك اولا، واشكرك على التوضيح ثانيا، واشكرك على انه في حاجه قريبه في اكتوبر كده يعني ان شاء الله يعني باذن الله. باذن الله باذن الله. انا بتقل، انت عارف احنا قرايب من بعيد مش كده؟ او مش من بعيد قوي، طبعاً. احنا قرايب في النص،
فانا بتقل بستغل الموضوع ده قدر الامكان. اكيد. اشكرك اشكرك ربنا يخليك يا مايا هنا. اشكرك كل الشكر ليك يا استاذه مايا عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق لاسكان الاجتماعي. واحنا قريب فعلا من بس مش بعيد. المهم يعني ده شرف ليا بالتاكيد.